المدير الفني لنادي الأهلي السعودي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أعرب عن حزنه الكبير من الخسارة الكبيرة أمام نادي الهلال السعودي بأربعة أهداف في لقاء الذهاب، متوعدا بعدم تكرار نفس الأخطاء في الإياب ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم تسعد جماهير قلعة الكؤوس، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة لقاء الإياب أمام أزرق العاصمة ضمن دور 16 بدور أبطال آسيا. نادي الهلال السعودي حقق فوزا كبيرا على الراقي في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بأربع أهداف لاثنين ضمن منافسات ذهاب دور 16 ببطولة دور أبطال آسيا. واعتبر برانكو إيفانكوفيتش في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن الأهلي والهلال هما أفضل ناديين في المملكة العربية السعودية ويتفوقان على نادي النصر وجميع الفرق الأخرى، وشدد المدرب الكرواتي على أن الأهلي والهلال يملكان أفضل العناصر المحلية والأجنبية في الموسم الرياضي الجديد، وهو ما يؤكد بأن المباراة التي ستجمعهما مساء الثلاثاء ستكون مثيرة للغاية. يذكر أن العالمي هو حامل لقب أغلى نسخة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، والذي حققه الموسم الرياضي الماضي، كما أنه يضم بين صفوفه المغربي عبد الرزاق حمد الله المتوج بجائزتي أفضل هداف ولاعب. وفي نفس السياق أكد الروماني راز فالوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي على خطورة لقاء إياب دور 16 ببطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي الأهلي والمقرر لها مساء غد، رغم تحقيق الزعيم فوزا كبيرا على الراقي بأربع أهداف لاثنين في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب الجوهرة في مدينة جدة. وشدد لوشيسكو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة على أن التأهل إلى ربع النهائي غير مضمون، وخصوصا أمام خصم شرس مثل الأهلي مهما كانت نتيجة الذهاب. وأضاف المدرب الروماني: سوف ندخل لقاء الإياب كما لو كانت نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، وطالب لوشيسكو لاعبيه بالحفاظ على تركيزهم بشكل جيد، خاصة أن المنافس سوف يسعى للانتقام بسبب خسارته بنتيجة كبيرة في لقاء الذهاب. واعترف راز فالوشيسكو بأنه لم يطبق أفكاره وفلسفته الكاملة مع الهلال، لافتا إلى أن الفريق قادر على التحسن رغم الظهور الجيد في المباراة الرسمية الأولى بالموسم الجديد أمام الأهلي في لقاء الذهاب. حجز نادي النصر السعودي بطاقة التأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بعد الفوز على نادي الوحدة الإماراتي بثلاث أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات إياب دور 16. وانتهى لقاء الذهاب بين العالمي والوحدة الإماراتي والذي أقيم في العاصمة الرياض بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأهل العالمي بنتيجة 3-4 في مجموع المباراتين. وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من فريق الوحدة الإماراتي والذي أهدر أكثر من فرصة حتى نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 عن طريق محمد برغش. وبعد مرور نصف ساعة عاد نادي النصر السعودي بقوة
إلى مجريات المباراة، حيث بدأت تظهر خطورته على مرمى المنافس حتى جاءت الأربع دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، والذي قلب فيها العالمي النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق عبد الرزاق حمد الله وجوليانو دي باولا. وفي الشوط الثاني واصل النصر أداءه الرائع الذي أنهى به 45 دقيقة الأولى، حيث أضاف الثالث عن طريق جوليانو في الدقيقة 62. ولكن الثلث ساعة الأخير شهد انتفاضة كبرى لنادي الوحدة الإماراتي الذي قلل الفارق في الدقيقة 80 بواسطة هدافه تيجالي، قبل أن يلغي حكم المباراة هدف التعادل بعدها بست دقائق بداعي التسلل. ومرت الدقائق الأخيرة وسط هجوم من الوحدة الإماراتي ودفاع من النصر السعودي الذي تمكن من التأهل إلى ربع النهائي رسميا. جدير بالذكر أن نادي النصر السعودي سوف يواجه في دور الربع النهائي المتأهل من مواجهة السد والدحيل القطريين. عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، استعاد نادي الهلال السعودي ذكرى تتويج النادي الأزرق بكأس السوبر السعودي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بنادي الأهلي السعودي في دور أبطال آسيا 2019. الحساب الرسمي للقلعة الزرقاء نشر عبر تويتر مقطعا صغيرا مدة يظهر ملخص المباراة التي أقيمت على ملعب لوفتس رود أمام نادي النصر السعودي، وانتهت نتيجتها بهدف دون رد حمل توقيع كارلوس إدواردو المحترف البرازيلي بصفوف نادي الهلال. وغرد الزعيم الهلالي في هذا الصدد قائلا: في مثل هذا اليوم حقق الهلال بطولة كأس السوبر السعودي 2015 بعد تغلبه على النصر بهدف وحيد. وأضاف قائلا: من ذاكرة الزعيم يعرض لكم هدف السوبر إدواردو وأفراح الهلاليين. وتعد بطولة كأس السوبر السعودي التي فاز بها الهلال على حساب النصر عام 2015 أول بطولة تقام خارج المملكة، حيث استضافتها العاصمة البريطانية لندن وبالتحديد ملعب لوفتس ريد المعقل الرئيسي لكوينز بارك رينجرز. هذا ويستعد نادي الهلال السعودي لاستضافة غريمه أهل جدة مساء الثلاثاء في محيط الرعب ضمن مباريات إياب ثمن نهائي أبطال آسيا. ووضع الهلال أقدامه في دور ربع النهائي بعد أن اكتسح الأهلي في الجوهرة المشعة برباعية مقابل هدفين، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين أو التعادل سلبيا من أجل العبور بشكل رسمي. إدارة كتيبة الموج الأزرق برئاسة فهد بن نافل تعاقدت مع الروماني راز فالوشيسكو لتولي المهمة التدريبية خلال الفترة المقبلة، خلفا للكرواتي زوران ماميتش الذي فشل في اكتساب ثقة الجماهير الهلالية. يذكر أن الزعيم اكتفى بتحقيق وصافة جدول الترتيب ببطولة الدوري السعودي الموسم الماضي. باتت صفقة الموسم بالنسبة لنادي النصر السعودي مهددة بالضياع والفشل، وذلك للتوقيع مع الفرنسي فرانك ريبيري هذا الصيف بعد دخول نادي كبير آخر في خط المفاوضات للفوز بخدمات الأسطورة الفرنسية. وكشفت مواقع شهيرة اليوم عن دخول نادي فيورنتينا الإيطالي في خط المفاوضات مع فرانك ريبيري
الحصول على خدماته قبل غلق أبواب فترة الميركاتو الصيفية الحالية. موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نشر اليوم أن فيورنتينا يدخل صراعا مع فيرد بريمن وشالكا اللذان يسعيان جاهدا لحسم الصفقة لصالحهما قبل بداية الموسم الكروي في ألمانيا المقرر بعد أيام قليلة من الآن. وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم فرانك ريبيري بخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط لأول مرة في مسيرة اللاعب ذو 36 سنة، وبالتحديد في الدوري السعودي ضمن صفوف نادي النصر. لكن على ما يبدو أن صفقة الموسم في طريقها للفشل بعد دخول عدة أندية في دائرة المفاوضات. نادي سانتوس البرازيلي هو الآخر يسعى للظفر بخدمات المخضرم فرانك ريبيري حسب ما أشارت عدد من المواقع المقربة من العملاق البرازيلي. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.